السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نتعلم الطريقة الصحيحة للحام. طبعا نجي لماكينة اللحام. طبعا الماكينة قديمة، نخليها على الأمبير عالي حتى لا تلتصق عندك. أبدأ على بركة الله. هذا الإرث البارد، هذه قابضة اللحام. نبدأ على بركة الله. طبعا راح الحمل كم لحام عشوائي. لحام عشوائي لازم تحمل واير. الطريقة الأولى تعلمنا هاي، تضيح هذا الكربون قشرة. طريقة عشوائية. نجي للطريقة الصحيحة. نحمل واير. طبعا هاي الحديدة 3 مليمات حتى لا تنهرش عندك. هاي هي الطريقة الصحيحة. زين قشرة. هذه الطريقة الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.